السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة SDTV في كل مكان. مرحبا بكم في حلقة جديدة. في هذه الحلقة سوف نتطرق إلى موضوع مهم بالنسبة لشركة عتيقة وشركة عملاقة هي شركة نوكيا. جنون نوكيا هاتف 3310 أو 3310 يحصل على كم من هائل من الطلبات المسبقة. تم الإعلان عن الهاتف خلال معرض الهواتف العالمي MWC 2017 إلى جانب هاتفي نوكيا 3 ونوكيا 5، ومثلت عودته لسوق الهواتف الذكية أمرا محببا بالنسبة لكثيرين. فبغض النظر عن كونه أحد أشهر الهواتف بالتاريخ، وجد الكثير من المستخدمين أن اقتناء الهاتف هو أمر معقول ومنطقي، سواء كهاتف أولي أو حتى هاتف ثانوي. الآن وبحسب جريدة The Telegraph، حصل الهاتف على عدد هائل من الطلبات المسبقة على متجر كارفون وارهاوس في بريطانيا، الشركة الوحيدة التي يتوفر الهاتف عبرها للبيع. بحسب مسؤولي المتجر، فإن الاهتمام الكبير بالهاتف وعدد الطلبات المسبقة تؤكد أن المستخدمين يرغبون حقا بالحصول عليه. في الواقع هناك أمر مثير لاحظته أثناء متابعة الخبر، وهو تصويت قامت مجلة The Telegraph بإعداده لمعرفة مدى اهتمام المستخدمين بالهاتف الجديد. التصويت هو سؤال بنعم أو لا حول رغبة المستخدمين باقتناء هاتف بسيط مع بطارية تدوم فترة طويلة أو هاتف ذكي يوفر خدمات مثل انستغرام أو نتفليكس. النتيجة كانت مذهلة، حيث صوت 84% من الأشخاص بنعم لشراء هاتف نوكيا 3310 أو 3310، بينما صوت 16% فقط لشراء هاتف ذكي. تأتي هذه الأخبار أيضا بشكل متزامن مع تقارير أخرى تفيد لزيادة الاهتمام باسم العلامة التجارية الشركة نوكيا، حيث أفادت شركة كابتيفي أن معدل الاهتمام بنوكيا ازداد بمعدل 797% بعد مؤتمرها في معرض الهواتف العالمي، وتحديدا بعد الكشف عن هاتف 3310 الجديد. بكل الأحوال ذكر التقرير أيضا أن شركة HMD بشكل كبير على الهواتف الاقتصادية سيضر بها من حيث المنافسة على المدى البعيد، ولن يجعلها قادرة على التقدم بمنافسة كبار المصنعين مثل سامسونج وأبل وهواوي. يذكر أن هاتف 3310 متوفر حاليا للطلب المسبق بسعر قدره 49 يورو تقريبا 52 دولار. ما رأيكم بهاتف 3310 أو 3310 الجديد؟ تفضلون اقتنائه كهاتف أساسي بدلا من الهواتف الذكية بمميزاتها المتنوعة؟ شاركونا رأيكم ضمن التعليقات. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم من حلقة اليوم. المرجو الاشتراك للتوصل بباقي حلقاتنا القادمة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.